شوف على التحرش الجنسي ما فهمتوش. تجت الأميرة دي بوف ساعة ساعة كتقول لك التحرش الجنسي، ساعة كتقول لك لا خيانة الناس والاحتيال. أنا كنعرف راسي بأن ديك السيدة هذيك ما بغيتش نستقبلها في المكتب، لأنني ما بغيتش نستقبلها. ديك السيدة هذيك خطيرة، بانت ليا ماشي ثابتة في كلامها، وإذا كان كلامها ثابت خطير جدا، لأن قالت لي خدامة مع شي أجهزة في الخارج ما قدرش نأمن بها، وجابت لي باسبورات ديال بعد السفراء ديال المغرب، وعندهم جوازات ديال الأجانب الأجنبية، جابتهم لي حتى المكتب ديالي. تقول لك أنا كل ما السيدة ما تدخلش عليا. واحد النهار لا حياة بالدين، قالت لي أنا مزوجة واحد الأمير وكني مازال عذراء. قلت لي راه حمقى يما، يا حمقى هاد بغات تقول لي بأن هي مريم العذراء ولا شي حاجة، ما عرفتها مخلص لها. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.